ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء ليوم الخميس 22 ديسمبر كانون الاول 2022. ممكن إنه يأثر عليك بعض الأشخاص المحيطين بيك النهارده علشان تغير أفكارك، لكن أنا بحذرك خليك واثق من نفسك ومن تفكيرك. ما تقلقش وما تيأسش حتى لو وجدت إن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة النهارده مع كل اللي حواليك، فده هيدل بالتأكيد على إنك هتكون مختلف في تفكيرك عنهم. علشان كده بقولك ابتعد عن كل الناس دي واقرأ مزيد من الكتب علشان تدعم نفسك وتقوي نفسك ثقافيا. بالنسبة ليك مهنيا يا جوزاء، هتتمتع بنشاط وبثقة كافية علشان تكمل كل مهامك بامتياز وتنطلق وتنسى كل اللي انت فشلت فيه في انك تحصل عليه، لكن تذكر كيف فشلت في الحصول عليه علشان تتعلم من أخطائك. بالنسبة ليك عاطفيا، الأعزب هتواجه أمور بعقل كبير ومتفهم، وهتضع النقاط على الحروف مع شريكك علشان تستمر العلاقة. بالنسبة للمرتبط، عليك أن تحتوي الشريك بطرق عدة بعيدا عن الروتين والطرق التي اعتمدتها عليها، فعشاء رومانسي وزيارة صديق أو مراسلة وسط النهار، جميعها أشياء بسيطة هتعطي للعلاقة نوع جديد من الفرح والتنوع. بالنسبة لك صحيا، التخفيف من العصبية والالتزام الهدوء أنجح دواء علشان تبقى مرتاح، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل أو تثور. توقعات برج الجوزاء للرجل، خليك مركز على تواصلك الاجتماعي، فشخصيتك الساحرة والجذابة ممكن تساعدك في المهمة دي بنسبة كبيرة. اليوم ده هيكون هادئ وخالي من التطورات اللي ممكن تحدث، لكن أحداث الأيام الأخيرة ما زالت بتشغل بالك النهاردة، والتطورات اللي انت بتجريها على الساحة هتكون لصالحك، فما يزال الحظ بيقف معاك، فذكائك بينجيك من كثير من الأمور للتفكير فيها مسبقا. توقعات برج الجوزاء للمرأة، تفكيرك حاد وأفكارك رائعة جدا، ما تتردديش في اختياراتك وافعلي كل اللي انت عاوزاه وما تؤمنيش غير بكده. بيكسر الكلام من حولك لكن ما تهتميش، لأنك بتعلمين نفسك جيدا، وأكثر الكلام أحيانا يكون ناتج عن الغيرة، فركزي بأفعالك وجمالك ويهتم بعائلتك وخططك بطريقة صحيحة لمستقبل أحلام واقعية. فالمساء قد تشعرين ببعض الملل، لكن لا بأس، ممكن تكون مشاهدة فيلم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يمكن أن تكون هناك توترات لو شعرنا بالعجز أو الطغيان، ويمكن أن نجد صعوبة في أننا نعبر عن نفسنا بطرق صحية ومباشرة، ويمكن أن تكون رغبتنا شديدة وبيصعب إشباعها، ويمكن إحباط الجهود المبذولة لإجراء تغيرات أو ظهور صراعات على السلطة. الوقت ده مش مثالي علشان تتفاعل مباشرة، وممكن يكون ضروري إجراء تعديلات على أهدافنا. يمكن لهذه الأشياء أن تستنزف طاقتنا مؤقتا أو أن تجعلنا نشعر بالضيق.